سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام البنات، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم بإذن الله باش نعمل تورتة جينواز بطعمة بودرة الكاكاو. عندنا 6 بيضات، شوية حليب، سكر، زيت، روح الفانيليا، و2 سكر فانيليا. أول حاجة باش نعملوها باش نفصلو هنا البياض، بسم الله. أول حاجة باش نعملوها باش نعمل المكونات نتاعنا تاع الصفار، نحركوه مليح مليح. نزيدو السكر، مانيش باش نكثر لأنو عندي هذي فيها السكر والمكونات الكل، باش نحرك مليح. بعد باش نزيد عليهم سكر فانيليا، قطرتين من روح اللوز الفانيليا، نحرك مليح مليح. بعد نزيد الزيت، بسم الله، مقدار فنجان صغير زيت. نزيد الحليب، هذا فيه الفارينة فيه الخميرة وفيه شوية سكر، فيه شو برشا. قبل ما نحط الفارينة تاعنا نحط بودرة شوكولاتة،
نحركهم في بعضهم. زين بها بروفيسيونيل بسم الكريم تاعي نحطها في البوشيت. نبدا تزيين التورته تاعي. حطها كامل التورته متاعي. نحاول نستويها.
الطريقه هذه. اخترت باش نعملها من داخل بالفاكهه بوفريوا بيستاش. نجيب كعبة الثانية منها الطريقة هذه. باش نجي كامل الطرطة نتاعي نغطيها به. نعمل الفاكهة إذا نجيب الطبقة الثالثة متاعي. الطريقة هذه كملنا. تو باش نشدو الكمية اللي فضلت نغلفو بها الطبقة متاعنا. نغلف بها كامل التورتة. Thank you.
لكم الاختيار في التزيين، كل واحد كيفاش يحب يزين.